لا يزال ملف الحوار يلقى تفاعلا وتجاوبا، فبعد إعلان نشطاء من الحراك قبول مبادرة اليد الممدودة من قبل الرئيس، ها هي الأحزاب تقر أنه لا حل للأزمة دون حوار، لكن بالمقابل تضع بعض الأحزاب السياسية شروطا مسبقة قبل إطلاق المشاورات، في حين يرى مراقبون أن مصلحة البلاد توجب الإسراع في بعث حوار جاد بين مختلف فئات المجتمع. الحوار هو مفتوح للجميع. اليوم السيد رئيس الجمهورية يطبق استراتيجية اليد الممدودة لكل الفاعلين، بل السيد رئيس الجمهورية حتى بكلمته يحترم المجتمع المدني الذي لعب دور مهم. الجزائر في حاجة إلى جميع أبنائها دون إقصاء حسب مراقبين، وتشييد الجمهورية الجديدة لن يكون إلا عبر أرضية قوية للحوار. ينبغي الحديث ربما حتى الحوار على أرضية لكيفية تشييد جمهورية جديدة. يعني شاهدنا الكثير من الأحزاب التي صممت على مشاركتها في الحوار وصممت على دورها الإيجابي. إذن ترقب واسع لخارطة طريق الحوار، حوار قد يعلن عنه قريبا، والذي يرى مراقبون أنه قد يساهم في انطلاقة قوية نحو جزائر جديدة.